انواع الشرك الاكبر يونو نادا فاد الشرك جوني هون وني شرك نونيجي شرك نجاني دين تقدم معنا ان الشرك انقسم الى قسمين اكبر واصغر ها لي نو ونما شرك نو فيتي بيتي ليدي شرك نجانو وشرك توسوكو الشرك الاكبر اربع انواع مانا شرك نجانو اون نو كانيو نو كانيو كان فيتي بيتي ناي شرك في الدعاء مانا ندو كفدو على الله فاديكا ندوغول قلنا اي دعاء عباده تصرف لغير الله شرك اكبر اي ني ونما كلامك انت تورغول اننا هوري ما وديوال الله سبحانه وتعالى اوتيغي ودان تورغول غدو هنا الله ان ان شرك اك نانو او يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه الا الله نجا شرك كاد نانو كاد اوتي نابيرتا نيدو تاغو نيدو تاغا سيفا ماكو هون ان هوري ما واواندين سونا الله سبحانه وتعالى دونك شرك نانو او يطلب من الاموات ولا اوتيغي يها دابيرو يا هون امر يم ماي بيبي دونك شرك نانو نعم الثاني الشرك في المحبه ماناك ونو جاي مودون كاد شرك رني نرجو الله سبحانه وتعالى كجيجول يحب غير الله كمحبة الله. أنو ونيرت أوتي يدرا يدا قط قط كونا الله كونو دوا يدرا الله نو. هذا هو الشرك الأكبر. نقول شرك جنوني. نعم الثالث شرك في الطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاء الشرك كرفتار ما أنا أوتي دوا كرفتار قط قط كونا الله سبحانه وتعالى. الرابع شرك في النية والقصد والإرادة. ما أنا جاء شرك جنو كادي. كيف تقول الله كأنية نعم كأن ينوي العبادات كلها لغير الله ده أوتي يهون ونيرت أن ينيرت الدبت ونمددن كونا ونند كونا الله سبحانه وتعالى نعم هذه أنواع الشرك الأكبر فلا بد أن نحذر منها والله أعلم إيدو ونون يجي شرك جاني كوبين دانكيون ميتو إيدو